مشاهدينا اهلا بكم، همزه وصل جديده دوما ما نفتح بها بابا للحوار بيننا وبينكم، والحوار دائما على اجزاء مختلفه، بدايته دوما مع الشائعه التي نحاول تصويبها اينما كانت، ومع انتشارها نجد لها الرد المناسب. شائعه اليوم تنطلق حول اداء وزاره الصحه وحول عدم جاهزيه الاطباء المكلفين باستقبال المصريين العائدين من الصين. كانت هذه هي شائعه اليوم والتي نفتها وزاره الصحه جمله وتفصيلا وقالت انه غير صحيح، والوزاره تؤكد ان كافه الاطباء المكلفين بالمشاركه في ماموريات الترصد والعلاج الخاصه بفيروس كورونا من الاطباء المتميزين المدربين والمؤهلين لاكتشاف المرض والتعامل مع الحالات المشتبه في اصابتها وفقا لاحدث الوسائل الطبيه المستخدمه عالميا. كان هذا هو رد وزارة الصحة المصرية على فحوى هذه الشائعة التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نلقي المزيد من الضوء حول الموضوع من خلال الاتصال الهاتفي مع دكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بجامعة الزقازيق. أستاذ دكتور أحمد، أهلا بك. أهلا وسهلا، يا مرحبا. دكتور أحمد، عملية مكافحة الفيروسات بكافة أنواعها وليس هذا الفيروس المستحدث أخيرا بتتضمن إيه؟ يعني إيه هي عملية التعامل مع الفيروسات بشكل علمي صحيح ومدروس؟ هو طبعا في علم كبير جدا عندنا، ويمكن من ألف في بعض الكتب، اللي هو مكافحة العدوى عامة، إذا كان فيروسات أو بكتيريا أو فطريات أو ما إلى غير ذلك. نعم. هو يعني في اعتقادي كعالم في هذا الأمر، وبيعتمد اساسا على النظافه الشخصيه اولا، وبعدين في حاجات مستلزمات لكل نوع من العدوى. يعني مثلا احنا في وضع الكورونا، الكورونا دول اولا فيروس يعني لا يستهان به طبعا اولا، ولكنه لو انا حافظت على النظافه، يعني مثلا غسل اليدين يعتبر من اهم الامور او اول الامور اللي احنا بنتخذها، طبعا بالميه والصابون لمده 20 ثانيه طبعا الكلام ده، ويعني واذا استخدمنا مطهر لا يستخدم المطهر الا على نظافه، يكون اليد نظيفه، او لو لبسنا جواندي برضه لازم يكون على نظافه. احنا بنغسل ايدينا ضروري بعد السعال، بعد ملامسه الانف والاذن، بعد دورات المياه، بعد الاكل، بعد التعامل مع المرضى. يعني غسيل الايدي ده حاجه ده اساسيه يعني في كل التصرف من الاول في كل انواع الفيروسات. حتى لو ارتديت قفازات، حتى لو قمت بتطهيرها بالمطهرات الصناعيه، لا غنى عن استخدام المياه في هذه الحاله. لابد من النظافه الاوليه، واذا الحاجه الثانيه استخدم كحاجه ثانويه جنبها بعد كده. الحاجه الثانيه طبعا انا شايف في يعني من ضمنهم ولادنا في الكليه تاهب كامل من المجلس الاعلى للجامعات ومن مستشفيات وزاره الصحه، تاهب في كل تأهب، يعني شايف جايبين الدكاتره المحترفين بمكافحه العدوى لهذا الامر. انا شايف في برضه من ضمن الحاجات اللي بنصحها لاولادنا ولاهلي لبس الكمامه الواقيه، ده مهم جدا، لا يستهان به. ما اقولش اما البس كمامه او الكمامتي، بالعكس الفيروس حجمه من 120 ل 150 نانو متر، دول المسام بتاع الكمامه بيكون اقل من ذلك، فبالتالي بيمنع الى حد ما دخول الفيروس للانف والفم وما الى غير ذلك. اذا استخدمنا مناديل، المناديل طبعا مهمه جدا، بستخدمها اذا كانت في حاله السعال او الكحه او العطس، وبنرمي المناديل في مكان امن في طبعا في المخلفات او النفايات. اذا لم يتراف، طب افرض انا ما معيش منديل، انا مثلا في الشغل في الغيط هنا كاخواتي المزارعين، انا بعمل حاجه اسمها اتيكيت، وضع من بتل دراعي وبكوحه فيه عشان ما يحصلش تطاير للرذاذ هنا وهناك، فبالتالي ممكن يؤدي الى انتشار الفيروس او للاخرين. نعم. طبعا دي حاجات، طبعا بالاضافه للحاجات اللي انا قلتها دي، انا اعتقد برضه حاجه المهم مهم عليك انت الاول يا مواطن، غسل الخضار مهم جدا برضه، جيدا بالميه المياه الجاريه. احنا في بعض العادات الصحيه اللي احنا بنهتم بيه، التوازن الغذائي خلي عشان مناعتك تبقى منضبطه، النشاط البدني ما نامش كتير او لازم الحركه هنا وهنا وهنا، طبعا قسط ووافر من الراحه، كل دول عشان يعني. واحب اقول برضو في نهايه كلامي، طبعا مصر دايما محروسه ان شاء الله،
طبعا نعم، اللي يعني انا شايفه نقدر نفهم من الكلام ده دكتور احمد ان قواعد النظافه الشخصيه والعامه هي الحصن الاول والاخير لكل منا في هذا الامر. نعم، خط الدفاع الاول فعلا طبعا ده مهم جدا ان شاء نعم. الله. اشكرك دكتور احمد شاهين استاذ علم الفيروسات بجامعه الزقازيق، شكرا ليك على المداخله والتوضيح. دعونا مشاهدينا ننتقل لجزء اخر من هذه الحلقه، جزء ثاني معتاد وهو اهم ما انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي عبر 24 ساعه كواحد من ما نطلق عليه ترند. ماذا عن ترند اليوم؟ هو على عنوان انا ضد التنمر، ومشاركة صورك ومعلوماتك الشخصية مع الناس الغلط ممكن يسبب مشاكل كبيرة سواء أونلاين أو في الحقيقة. حافظ على خصوصيتك وخصوصية غيرك، ده كان متوجه من يونيسيف مصر في حملة أنا ضد التنمر، إنترنت بأمان، هاشتاج إنترنت بأمان. طيب، وش أو أمنية بتقول أنا اتولدت في حالة من التنمر، أتنمر، يتم التنمر علي حتى على طريقة مشيتي، على كل حاجة، بس الحمد لله الواحد قوي ما بيتأثرش. طب بالنسبة لباقي البشر، هل هم عندهم نفس التصالح النفسي؟ أرجوكم بطلوا تحفلوا، طبعا ده مصطلح دارج، وتهزروا على بعض، بجد انتوا بتدمروا قلوب بعض. ارتقوا يا جماعة، في حاجات كتير بتضحك غير التحفيل، أو تقصد يعني التنمر. حنان الجبرتي، تأثير الكلمة الطيبة صدقة في قلوب الكثير، هاشتاج أنا ضد التنمر. سيف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسان. صدق رسول الله، أنا ضد التنمر، هاشتاج أنا ضد التنمر. نادين، التنمر النفسي والعاطفي أسوأ من الجسدي، اللي على الأقل بتكون عارف إنك بتتعرض للأذى، بس النفسي بتكون بتتنازل وبتسكت تحت مليون مسمى، وإنت مش مستوعب الكارثة اللي بتحط نفسك فيها. اوكي، بتقول برضو انا ضد التنمر. التنمر هنا احمد السحلي بيقول التنمر مش حاجه تخليك جامد او روش، وما ينفعش نخلط التنمر بالهزار. ما تفكرش في احساسك وانت بتتنمر، فكر في احساس الشخص اللي واقع عليه التنمر، ممكن ما يكونش بيبين انه اتضايق او زعل، وبما انك ما تعرفش فهاتها من قصرها وما تتنمرش. اسمع، أكيد أنا ضد التنمر سواء بالكلمة الجارحة أو النظرة القاسية، وكمان ربنا أمرنا بعدم التنمر فقال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. صدق الله العظيم، أنا ضد التنمر. محب الصالحين، أجبروا الخواطر وراعوا المشاعر وانتقوا كلماتكم وتلطفوا بأفعالكم وتذكروا العشرة ولا تؤلموا أحد، وقولوا للناس حسنا وعيشوا أنقياء، تجاهل ما يزعجك وإن أذاقوك مرارة إساءتهم فالدنيا لا تدوم لأحد، والفائز من يغادر هذه الدنيا والجميع يذكره بالخير، هاشتاج أنا ضد التنمر. ليتنا جميعا بقدر مسؤولية هذا الكلام، ليتنا نتذكر ذلك في الممارسة الحياتية اليومية. تعالوا ننتقل لموضوع حلقة اليوم، وموضوع حلقة اليوم بيخص الشأن السياحي، وهو القرار الخاص بغلق المنشآت السياحية أو نجاح غرفة المنشآت السياحية في استصدار قرار بعدم التعامل مع أي هيئة أو أي قطاع سياحي ليحمل الرخصة الخاصة بدعم القطاع السياحي. هذا القرار طال انتظاره في الحقيقة، لأنه واحد من القرارات الهامة لدعم صناعة السياحة في مصر، وأيضا وضع حدود رادعة لمن يقومون بمزاولة هذه المهنة بشكل حقيقي. قطاع السياحة يحتاج لوقفة حقيقية لعدد كبير جدا من القطاعات والمنشآت التي تزاوله بغير رخصة وبغير رقابة. يأتي هذا القرار في هذا الوقت، والسياحة في مصر تتصدر الواجهة، واحدة من المقاصد السياحية على مستوى العالم، ويجب حماية هذا النجاح الذي طال البحث عنه ربما لعشر سنوات ماضية. ماذا عن فحوى هذا القرار؟ كيف سيتم تطبيقه؟ كيف ستقوم بعض المنشآت بتوضيح وضعها وإصلاحه في الفترة الماضية؟ ما الذي يتضمن في مستقبل السياحة؟ دعونا نتوقف أمام هذا القرار بالفحص
والمناقشة مع المختصين ومعكم أيضا بالرأي من خلال سؤال حلقة اليوم، وهو كيف يسهم قرار حظر التعامل مع المنشآت السياحية غير مرخصة في دعم القطاع السياحي؟ وبالتأكيد يمكنكم التواصل معنا على همزة وصل إيجي كما هو معتاد، لكن دعونا في بداية هذه الحلقة نبدأها بالتقرير كما هو معتاد. يأتي القرار الذي أصدرته الأمانة العامة لمجلس الوزراء بضرورة قصر تعامل القطاع السياحي مع الكيانات المرخصة من قبل الدولة، يأتي تتويجا للجهود التي بذلتها غرفة المنشآت السياحية خلال الفترة الماضية مع الجهات المسؤولة في الدولة بهدف وقف الآثار السلبية لمثل هذه المنشآت على القطاع السياحي. وقد دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء القطاع السياحي سواء كان الاتحاد أو الغرف السياحية الخمسة بما فيها المنشآت السياحية إلى حظر وعدم التعامل مع الكيانات غير المرخصة سياحيا. وأوضحت غرفة المنشآت السياحية أنه خلال اللقاءات المتعددة والاجتماعات مع المسؤولين بالحكومة والأجهزة الرقابية تم توضيح المخاطر جراء الممارسات الخاطئة التي تقوم بها بعض الشركات السياحية والمرشدين السياحيين من توجيه الفوج السياحي لمطاعم ومنشآت ترفع لافتة السياحة ولا تخضع ولا تطبق المعايير والاشتراطات الصحية والبيئية والبيطرية والسياحية في تقديمها للخدمات المقدمة لأفواجها، إلى جانب عدم حصول الدولة على ما تستحقه من رسوم وضرائب نتيجة لهذا النشاط غير الخاضع للإشراف الرسمي. ويسعى هذا القرار إلى الحفاظ على أمن وسلامة وصحة السائحين الوافدين، بالإضافة إلى سمعة المقصد السياحي المصري والحفاظ على المنشآت السياحية الخاضعة والمطبقة للمعايير القانونية. هذا هو الوضع كما يشرحه التقرير، كيف سيتم التعامل معه على أرض الواقع؟ دعونا نبدأ بالتساؤل. معنا عبر الهاتف دكتور زين الشيخ، أمين عام المجلس المصري للشؤون السياحية. دكتور زين أهلا بك أولا. أهلا بحضرتك. دكتور زين، هذا القرار طال انتظاره من فترة طويلة لحماية العملية السياحية في مصر بشكل حقيقي. مصر الآن تعد واحد من المقاصد السياحية التي استطاعت استعادة مكانتها بعد سنوات من المعاناة في الحقيقة. هذا القرار يأتي في توقيته، لكن كيف سيتم تنفيذ هذا القرار على الأرض من وجهة نظرك؟ يعني أولا طبعا أنا بحيي القرار، وفعلا طال انتظاره زي ما حضرتك قلتي وزي ما أشار التقرير. الحقيقة أنا عايز أبدأ من نهاية ديسمبر اللي فات، لقاء السيد الرئيس مع وزير السياحة والآثار ومع بحضور رئيس الوزراء، والوجه فيه يعني بإزالة كل المشاكل المتعلقة بالسياحة. وطبعا احنا مقبلين إن شاء الله على طفرة كويسة جدا جدا السنة دي، خاصة مع الاتحاد الإثرية في المتحف ومنطقة الفسطاط والمدينة العالمين والحاجات دي كلها. الحقيقة القطاع بيعاني من مشاكل كثيرة جدا جدا. المشكلة اللي مثارة حاليا اللي هي بتاعت فعلا اللي هي الكيانات الصغيرة اللي بتشتغل خارج إطار الدولة، ده بتسيء جدا جدا لسمعة السياحة المصرية. زي ما حضرتك عارفة إن أي حاجة خارج الكنترول خارج السيطرة بتبقى يعني معرضة إنها يعني مفيش كنترول، مفيش. أنا حتى ما بعملش أمان للسائح ولا أمان للدولة. الكيانات الصغيرة دي ما هياش كيانات مش محترفة، يعني ما عندهاش ترخيص الحاجات دي، بالتالي لا بتدفع ضرائب، وبالتالي ما بتعملش دعاية وبتعملش حاجات كلها. فمن ناحية هي بتخسر الشركات، ثانيا بتسيء لسمعة السياحة المصرية. كل دول العالم الحقيقة مفيش أي حد بيمارس أي مهنة إلا ما يكون معاه ترخيص، معاه يعني سند قانوني او طاق قانوني ان هو يزاول هذه. فالقرار فعلا في وقته جدا جدا جدا، ان يعني بيعبر كمان عن ان تلبيه الدوله نفسها ممثله في الرئاسه، ممثله في مجلس الوزراء، ممثله في القرارات دي كلها، انها تعمل صناعه خاليه من المشاكل، ما تعرفش السائح ايا كان هذا السائح، مش بس السائح الاجنبي، لا كمان بالنسبه للسائح المصري، ان هو بيشتغل فعلا من خلال كلام عليه سيطرة، وبيقدم مهنة، بيقدم خدمة مهنية مسيطرة عليه. نعم نعم. تنفيذ القرار ده آلياته هتكون ازاي من وجهة نظر حضرتك؟ هل هناك حصر لهذه المنشآت الصغيرة الغير مرخصة في مصر اللي بتعمل في الحقل السياحي؟ يعني إلى حد ما هي معروفة، وخلال تطبيق اللي هي المعايير طبعا بنستعين بالأمن، بنستعين بوزارة الداخلية، بنستعين بالكيانات وشرطة السياحة بالحاجات كلها. وهو بس بيبقى حاجة ثانية، إن هي توعية المواطن نفسه سواء وحتى بالنسبه للشركات الاجنبيه كلها بعدم التعامل مع ان ده بيعرضه للخطر. فده شيء مهم جدا جدا، لان هو القرار في الاخر برضه اللي بيلجا لهذه الكيانات دايما بيبقى بيلجا لها بارادته، يعني او نتيجه ان الثاني بيديله سعر اقل، زي ما بكلم حضرتك، لان هو ما عندوش تكلفه. يعني هذه الكيانات فعلا ما عندهاش لا عندها مقر ولا عندها دعايه ولا عندها بروتوكول ولا عندها ضرائب ولا عندها تامينات زي ما بتدفع عليها شركات السياحه اللي هي المرخصه.
لكن فبرضه دي رساله لكل المواطنين حتى بالنسبه للشركات الاجنبيه بعدم التعامل مع هذه الكائنات، لان ما لهمش حمايه في الاخر، مفيش حد يقدر يحميهم لان هم ما بيتعاملوش مع كائنات معروفه او كائنات الدوله دي هتسيطر عليهم. نعم. طيب البعض برضه بيتساءل ان بعض الكائنات اللي هنا المره دي بقى مرخصه، يعني ده نطاق اخر، ولكن في نوع ما من انواع التسويق اللي بيتضمن معلومات كاذبه في بعض الاحيان، مثلا عن حجم الغرفه، طبيعه الخدمه، وبعض هذه الكيانات ممكن تكون حاصله على عدد من النجمات قد يبدو كبير لكن الخدمه المقدمه لا تكافئ هذا. هل وزاره السياحه بتضع نصب عينيها وغرفه السياحه بتضع نصب عينيها فكره التعامل مع مثل هذا النوع من الغش التجاري؟ طبعا 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 طبعا، وفي حضرتك في اجهزه رقابيه موجوده في الوزاره حتى بتنزل بتعمل تفتيش على الفنادق وبتنزل على المراكب وعلى كل المنشات حتى على البازارات وعلى الحاجات دي كلها وفي تقييم. لكن هو في الاول وفي الاخر ايه حضرتك، ان احنا يعني انا يعني بنقول ان احنا عايزين حتى من خلال المجلس المصري للشؤون السياحيه احنا عايزين الكواليتي في كل المجتمع، عايزين الجوده في كل المجتمع، وهو الامور دلوقتي ما عادتش انتخابيه حضرتك. حتى بنخش على الوسط في حاجه اسمها تقييم، يعني حتى اللي بيسافر السائح اللي بيسافر اي دوله بيعمل تقييم للمنشاه وللفندق والحاجات دي كلها. هي عوامل كلها مشتركه، لكن هو انا بتكلم بثمن جهود اللي هي الدوله ككل انها تهتم بهذه وتدي الصلاحيه للشركات سوري للوزاره والاجهزه الرقابيه والداخليه والحاجات دي كلها انها تقدر تعاقب او تقيم اللي هي المنشات اللي بتقدم خدمه بتسيء في الاخر لسمعه البلد. يعني حتى لو بيكسب هو مكسب، لكن هو بيسيء لدوله بالكامل. يعني لان هو حضرتك في الاول وفي الاخر المقصد السياحي في اي دوله في العالم بيعتمد على جوده كويسه ما تقدم في كل المجالات. نعم. هل هناك فرصة أن تعطى هذه الكائنات الصغيرة أو هذه المنشآت أيا كانت التسمية يعني الملائمة الفرصة لتوفيق أوضاعها؟ ليه لا؟ هو بس هو التوفيق لأعضاء، أنا بقول لحضرتك إن هو لازم يكون من خلال كيان مرخص فيه. يعني والكيان المرخص له سبل معروفة، يعني سبل معروفة إن حضرتك عشان يكون فلازم بتقدمي للجهات المسؤولة والحاجات دي كلها على أساس إنها تصلح أوضاع. لكن هو الاستمرارية في الحاجات دي كلها مفيش توفيق للأوضاع في ظل مخالفة القوانين. يعني القانون هو اللي في الاول وفي الاخر، والقانون ده بكلم حضرتك في حكومه الدوله، الدوله ليها سيطره وليها اسلوبها في التعامل مع هذه الكائنات. ايه اللي بيدفع هذه الكائنات انها تخرج بره النطاق الشرعي للخروج لنطاق غير امن، غير فكره التهرب الضريبي؟ يعني لو كان عندها الفكره كلها التهرب الضريبي، هل في صعوبات اخرى بتواجهها في هذا المضمار في انها تكون كلها كيانها ووجودها الشرعي والقانوني؟ ما هو الشرع والقانون لما بقول لو كانت شركه سياحه مثلا المفروض ان شركه سياحه تكون مرخصه ليها ترخيص، فهو يعني في ناس بتستسهل حضرتك يعني بتشتغل شغلانه لا هو يعني اي حد لازم ما فيش مهنه بتمارس الا بترخيص، يعني فهو لازم ياخد هذا الترخيص. يعني اذا كنت في ناس بتلجا او في ناس طبيعتها ان هي المخالفه، فده مش معناه ان انا يعني ان الدوله توافق على هذا الكلام، سواء حتى بالنسبه للفنادق، يعني حتى الفندق نفسه برضه لازم يكون تابع للوزاره وتابع للتفتيش والرقابه، اذا كان في كان حاجات بتعمل بقى مثلا يعني متلف من غير علم الدوله او حاجه كده فلازم يكون لها طبعا اطر قانونيه. نعم نعم. باي قدر بقى هنا الاطار القانوني حامي وحاكم في العمليه السياحيه؟ هو حاليا ما انا بقول لحضرتك اللي هو يعني انا احنا بنعاني يعني القطاع السياحي ككل والدوله ككل بتعاني من هذا الاداء اللي هو غير منظم او غير قانوني والحاجات دي كلها، لكن انا يعني بامل ان شاء الله ان في المستقبل تتحط خطه من الوزاره ومن الاجهزه المعنيه كلها للسيطره على هذه الكائنات وتوجيهها الطريق الصحيح. واللي يعني حجم هذه الكائنات قد ايه يا فندم في القطاع السياحي في مصر؟ لا ما هوش كتير، ما نقدرش نقول كتير، لكن انا حتى حضرتك لما بتتكلم مثلا على السياحه الدينيه مثلا على سبيل المثال اللي بيمارسها معظم الاحيان سمطرة وحاجات زي كده يعني واخد بالك، لكن يعني ما هقول 10% يعني ممكن يمكن يعني. نعم نعم. اشكرك دكتور زين الشيخ امين عام المجلس المصري للشؤون السياحيه على المداخله وابداء الراي. مشاهدينا دعونا نطلع على بعض من تعليقاتكم التي وصلتنا حتى الان. ستظهر التعليقات حالا على الشاشة لنستعرضها سويا ونبدأ في طرحها. محمد الطواب قنوي عاشور: نعم، قرار حظر التعامل مع الكيانات غير المرخصة في دعم القطاع السياحي يصب في صالح القطاع، لأن قطاع السياحة قطاع حساس دولي يريد منشآت سياحية مرخصة وكوادر بشرية مؤهلة للإتيكيت السياحي. حتى البازارات السياحية وسائق التاكسي والحنطور والمراكب الشراعية والباعة الجائلين للسياح يجب تقنين أوضاعهم كموضوع متجدد كل فترة. يخرج في شوارع الأقصر باعة جائلين بعضهم مزعج بالنسبة للسياح، وافتراش الطرقات وإزعاج وإجبار السياح على الشراء والتعامل مع السياح لأنهم زبائن هذا خطأ. أولا
هم ضيوف وسياح وحسب رغباتهم للبيع لهم ووضع الأسعار وعدم الغش ومراقبة أيضا تراخيص الفنادق الثابتة والعائمة بارتقاء منظومة سياحية عالمية تليق بحضارة مصر ويتم من خلالها تطبيق معايير الجودة العالمية للرقابة من قبل الجهات المعنية سواء من السياحة أو الصحة أو البيئة أو الطب البيطري. نعم دعونا نلقي الضوء على تعليق آخر محمد ضويل. يسهم قرار حظر التعامل مع المنشآت السياحية غير مرخصة في دعم القطاع السياحي لمواكبة التطور العالمي في عصر العولمة والحوكمة والشمول المالي والجودة وعوامل السلامة لحظر التعامل إلا في ما هو في مصلحة المواطن والسياح ودعم الجهات الرقابية والأجهزة المعنية بضرورة الحد ووقف تعامل القطاع السياحي مع هذه الكيانات خاصة الشركات السياحية والمطاعم والمنشآت المحلية غير المرخصة التي تهدد الاستثمار وتؤثر بتشغيلها وتساعد على القضاء على جميع الظواهر السلبية عامة. ننتقل لتعليق آخر وأخير. أماني رمضان الأنصاري. يسهم قرار حظر التعامل أيمن رمضان الأنصاري. يسهم قرار حظر التعامل مع المنشآت السياحية غير المرخصة في دعم القطاع السياحي وحظر التعامل مع الكيانات والمواقع الإلكترونية غير المرخصة للحجوزات وأخذ عمولة وينتج عنها برامج سياحية غير مؤمنة. هذه التعاملات تضر بمصالح الاقتصاد القومي نتيجة عدم حصول الدولة على حقوقها من الضرائب والرسوم التي تفرض على هذه الأنشطة. ليس يعني ده مش السبب كله يا أستاذ أيمن، هناك جزء فكرة طبيعة الخدمة بقى المقدمة في هذه الحالة اللي هيحصل على الخدمة مدى كفاءتها وجودتها، مش بس جزئية الضرائب وما تحصل عليه الدولة في هذا المضمار. دعونا نطرح المزيد من الأسئلة في هذا الإطار. معنا عبر الهاتف الأستاذ ياسر إبراهيم عضو لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين. أهلا بك يا أستاذ ياسر. أهلا وسهلا بحضرتك. أستاذ ياسر، بأي قرار بأي مدى أو لأي مدى بترى أهمية قرار حظر التعامل مع المنشآت السياحية غير مرخصة؟ والله أنا شايف إن القرار ده فعلا قرار كان جه متأخر، بس الحمد لله إن هو يعني تم صدوره وجانا منشور دوري من اتحاد الغرف بطبعا المذكرة اللي اتعملت من هيئة الرقابة الإدارية، لأن لقيت إن في مشاكل على أرض الواقع يعني حدثت ولسه هتحدث كتيرة بخصوص الكيانات اللي هي الغير مرخصة والكيانات اللي هي ملهاش وجود إلا مجرد صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي أو مجرد صفحة على الإنترنت بدون ولا مقر ولا شركة تكون ولا هي أساس ولا سجل تجاري ولا بطاقة ضريبية. ودي زي ما حضرتك ذكرتي إن هي مش موضوع فقط لغير حق الدولة والضرائب، لا هي ممكن تكون أثارها السلبية على الديستنيشن نفسه أو على إن حد مصر نفسها تكون حضرتك مشهورة بإن أي حد ممكن يعمل يعني مثلا شركة من زي ما بيسموها كده من تحت بير السلم ويجيب سياح ويتعامل مع السياح بدون ما يكون نعرف نوصل له. ودي النقطة الأهم يعني. فكرة أي حد يعمل أي حاجة. دي حقيقة. فهي موضوع حضرتك وطبعا متعلق بقى بالاقتصاد الموازي ان حضرتك وكمان حضرتك ما بقاش في عداله ضريبيه ان واحد حضرتك يعني بينشئ كيان وبيعين موظفين وبيدفع تامينات وحضرتك وعنده رسوم اداريه للدوله والحكومه وحضرتك وفي اللاج الاخر حد عنده حاجات صافيه خالص ما فيهاش اي نوع من انواع الالتزامات وفي اي لحظه خلاص هو مجرد غير موقع الشركه على الانترنت خلاص بقى في كيان تاني وبقى في اسم تاني وكل حاجه واكيد ما فيش حاجه عملها. بالظبط. طيب تعالى نقرا بقى الصوره بشكل مختلف وهو قدره هذا القرار على عمليه جذب الاستثمارات في العمليه السياحيه في مصر. هو حضرتك يعني اي حد حضرتك مستثمر حضرتك جاد ومحترم حضرتك هو بيعي عايز يعني يشتغل في بلد او في مناخ يكون حضرتك فيه عداله. نعم. حضرتك يبقى زيه يعني كل الشركات تكون حضرتك بتعمل نفس التعاملات، لو في ضوابط يبقى ضوابط عليه وعلى غيره وعلى غيره وعلى غيره، يبقى الموضوع حضرتك ده هيخلي ان انا احط فلوس وانا مطمئن، مش انا ابقى عارف ان انا حضرتك حاطط فلوس ممكن يكون يعني هو اللي ممكن يتجازى هو ممكن يحصل له كل المشاكل لو حصلت يعني لو عمل اي حاجه واللي بيعمل مشاكل حقيقيه هو مش منطال او ما حدش يقدر يوصل له. يعني هي الفكره حضرتك طبعا انا اروح في بلد ابقى عارف ان فيها عداله في الموضوع ده وان ابقى عارف ان في قانون حاكم هقدر ارجع له في لحظه من اللحظات. طيب. بالظبط. طيب عايزه اعرف من حضرتك برضو يا استاذ ياسر، هل هذا القرار بشكل او باخر يؤثر على نسب التشغيل بالنسبه للاماكن المرخصه؟
والله حضرتك انا شايف احنا يعني انا على المستوى الشخصي احنا عندنا ملاك فنادق في شرم الشيخ وفي مرسى علم. انا بقول لحضرتك ان ده احسن خبر انا يعني صراحه يعني استبشرت بيه خير بالوزاره الجديده ان هم حطوا ايديهم على النقطه دي، لان احنا عانينا خلال المواسم. عانيتوا من ايه بقى؟ ده اللي انا عايز اعرفه. انا يعني حضرتك بكل بساطه هقول لحضرتك ان انا ممكن اتعاقد، واحد يجي يقول لي انا عندي شركه مهوله وكذا كذا، وهجيب لك حضرتك سياح، سواء سياح مصري يعني سوري، سواء سياح اجنبيه او نعمل حضرتك جروبات مصريين. حضرتك اخر الموسم الاقي حضرتك مثلا في الدفع ما الاقيش حضرتك، ما فيش كيان ارجع له، لو اختلفنا حضرتك ما الاقوش خلاص، يعني هي مجرد رقم تليفون شريحه بيرميها خلاص كده، هو الموضوع انتهى بالنسبه له. واخد بال حضرتك؟ هو بيأجر حضرتك الاوتوبيسات، بيجيب الناس حضرتك، اي مشكله تحصل هو حضرتك هو انتشبل، هو حضرتك هو مش عارف مش ممسوك، ما تعرفيش تمسكيه، ما تعرفيش تجيبيه، لان هو مش كيان في الحقيقه، هو مجرد وسيط بيحاول يعمل ده. هي جاست ويب سايت حضرتك، صفحه على الانترنت، صفحه على السوشيال ميديا. حضرتك اقصى حاجه ليه ان هو يكون علاقاته كويسه حضرتك وعنده اتصالات، ومثلا في بلده او في مدينته حضرتك الناس مثلا عارفين ان هو بيجيب يعني حضرتك بيعمل جروبات ويبقى، وده مش هو ده الاساس في ان انا اتعامل مع السياح والفنادق. طيب احنا بنتكلم مع قرار بيحظر التعامل مع هذه المنشآت على اختلافها، تنوعها، تعددها، لكن هي موجودة بشكل أو بآخر على صفحات التواصل الاجتماعي في تقديم خدمات الرحلات، تسهيلات مختلفة ومعينة. المواطن العادي وضعه في التعامل المفروض يعمل إيه؟ أقول حضرتك هو المواطن العادي، حضرتك طبعا زي ما حضرتك عارف احنا مصريين، ان احنا طبعا بندور على السعر وكل حاجة بالزبط. ولكن انا بقول للناس حضرتك العادية، حضرتك انت لما تتعامل مع كيان، مع شركة، مع حضرتك حاجة، ان انت لو حصل لك مشكلة تقدر ترجع لها، تصد الفلوس، تعمل كومبنسيشن يعني تعمل حضرتك غرامة معينة، حضرتك تعويض، حضرتك تلاقي حد حضرتك يحل لك مشكلتك، حتى لو هتدفع فيه فلوس شوية حضرتك. انا بالنسبة لي حضرتك ده انا بقول للمواطن ما تجريش ورا السعر، مش هي ده الحركة الفيصل ده كورا السعر. نعم وانا بتفق مع حضرتك في ده. وتاني حاجة حضرتك يعني معلش عشان برضو في دايما قول يعني حق ربه باطل، ان انا اقولك طب احنا هنقفل بيوت، احنا ما بنقولش ان دي دعوة ان احنا الكيانات دي تقفل، انا بقول احنا بندعوهم ان هم حضرتك يخش جوه المنظومة العادية العادلة بتاعت الدولة وحضرتك والقنوات الشرعية، عشان مبقاش كل حاجة احنا عايزين نقفل للناس، احنا عايزين نخلي البطالة ونرجع بقى حضرتك الشعارات اللي هي بتاعت حضرتك القومية والحاجات اللي عارف حضرتك اللي هي مستهلكة دي، لا حضرتك فن يخش يعمل. وانت حضرتك لو انت فعلا شخص جد وبتعمل حضرتك شغل وعندك القدرة ان انت تسوق وتعمل وتتعامل مع السياح او من غير السياح المصريين او يعني مصريين او اجانب حضرتك، طب ما تعمل ايه اللي يمنعك ان انت تعمل كيان؟ لكن تأكدي حضرتك ان انت مهما عملتي تسهيلات لناس معينة هي اصلا شغلها مش مظبوط، مهما عملت له تسهيلات هو مش هيرضى، لان هو اصلا هو حابب يعيش في الظل. فاحنا ده اللي لازم نحاربه، ومن غير ما يكون والله في من لديه من لديه نيه فعلا للعمل في هذا القطاع بشكل حقيقي هيدخل في الاطار الشرعي بالظبط، هيدخل فيه هيدخل في هذا الاطار الشرعي، لانه اطار بيحميه هو وبيحمي حقوقه زي ما بيحمي المتعاملين معاه. انا بشكر حضرتك استاذ ياسر ابراهيم عضو لجنه السياحه بجمعيه رجال الاعمال المصريين على المداخله وابداء الراي. دعونا مشاهدينا ننتقل لارائكم في الشارع المصري. قرار كان المفروض يبقى متفق مع شركات السياحة الخاصة، بحيث ان الدولة تكفل هذا الحق لجميع المواطنين ان يتعاملوا مع شركات سياحة مرخصة من الدولة. كل شركة اما يكون لها اساس قانوني كل ده ما يعود على البلد بالفايدة، وخصوصا في مجال العمرة، مجال الحج، مجال السياحة الخارجية، مجال السياحة الداخلية، يبقى هنا في تعامل بوجهة قانونية بتؤدي إلى الثقة بالبلد وبالشركات السياحية. قرار صائب وقرار واقعي جدا، علشان طبعا لما تبقى الشركات مرخصة بنقدر نرجع لها في أي وقت، بتقدر الحكومة أو بتقدر الجهات المختصة إن هي بتحاسبها في أي وقت، وبيبقى لها مرجعية، وبتبقى ده المفروض يعني يحصل، لأن في شركات كتيرة جدا ملهاش عدد وعبء على الدولة وبتكسب مكاسب جامدة جدا وهي مش مرخصة، وكل ده بيرجع على المواطن نفسه في الآخر. يخدمها حاليا يعني هيخدمها لحاجات كتيرة جدا. أول حاجة في الخدمة إن أنت عاوز تقنن
تقنن الشركات دي. الشركات دي هي مندوب لمصر، مندوب لمصر في كذا اتجاه في الدول وفي في القارات يعني. فاحنا كون ان احنا نقنن الناس دي يعني كدوله نعرف الناس دي هم مين، ايه اساليبهم الصحيه، ايه قدرتهم، ايه امكانياتهم، وبالتالي كون لما نقننه يبقى هو قادر ان هو يعمل جذب سياحي. التعامل مع الشركات السياحيه المرخصه ده بيفيد كتير، حتى هيفيد في اقتصاد البلد، هيأثر على اقتصاد البلد. ان انت بتتعامل مع شركه مرخصه هتقدر تاخد منها ضرائب، هتقدر تاخد تتعامل منها، فاهمني؟ غير لما تتعامل مع شركه مش مرخصه. اهلا بكم من جديد، دي كانت اهم الاراء اللي طرحت في الشارع المصري كعينه من الاراء. طيب هل الموضوع بيختلف في وجود كيان مرخص في الاشتراطات الصحيه، الاشتراطات الطبيه فيما يخص السياحه العلاجيه؟ دعونا نطرح هذه النقطه لانها شديده الاهميه لقطاع كبير جدا. معنا عبر الهاتف دكتور عبد العاطي مناع، رئيس مجلس امناء المؤسسه المصريه للسياحه العلاجيه. اهلا بك يا دكتور عبد العاطي. اهلا بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا. دلوقتي يعني فكره الكيان المرخص هو حمايه قانونيه في عمليه التعامل، لكن ماذا عن مجموعه من الاشتراطات الطبيه والصحيه اللي من المفترض انها تتوفر في بعض الاماكن السياحيه، خاصه في الاماكن اللي بتتعامل مع السياحه العلاجيه والسياحه الطبيه؟ كيف ترى الامر في عمليه الترخيص وضرورته في هذا المضمار؟ طبعا قرار حكيم جدا وايده بشده، لان الصحه لا شيء يعد عليها اطلاقا، وان الضيف القادم سواء للسياحه او للعلاج في مصر ما ينفعش ابدا نغامر بحياته او نكلفه يعني بالاضافه للتكلفه الماليه مضاعفات في اماكن غير مرخصه اذا تمت اجراء الجراحات فيها او المناظره الطبيه، خاصه وان يعني السوق طبعا بيعج ببعض المخالفات اللي بتحصل سواء كان من الاماكن غير المرخصه او الاطباء من ذوي الخبره القليله. ده موجود بالفعل، لكن مصر طبعا الكبيرة العظيمة فيها قطاعات صحية متميزة جدا سواء على مستوى القطاع الحكومي، القوات المسلحة، الجامعات المصرية، القطاع الخاص، مستشفيات المجتمع المدني، وهي رائدة في تقديم خدمات السياحة الصحية. يمكن عدم معرفة المريض القادم بالأماكن دي أو بإن عدم وجود سيستم قوي يوجه المريض لهذه الأماكن المتميزة من خلال خبرائها المتميزين او التجهيزات الموجوده في المستشفيات، وترك هذا المريض لسه مصر للاسف الشديد، وانا يعني الكلمه مؤلمه لي لكن دي الحقيقه، يعني بتخلي ان هذا الشخص الوسيط بيوصل المريض لمكان قد لا يكون مجهز تجهيز عالي، قد لا يكون الطبيب من ذوي الخبرات، فبالتالي اكيد النتائج ما بتبقاش بالشكل الافضل. وجود مثل هذا القرار هو ما نص عليه القانون الذي قدمناه للبرلمان المصري وتمت مناقشته، وننتظر إجازته في هذه الفترة إن شاء الله، وكان منها أن تكون الأماكن الصحية التي تقدم هذه الخدمات مجازة من خلال هيئة إن شاء الله تصدر بعد صدور القانون، تصدر بقرار من رئاسة الجمهورية، وهي الهيئة القومية للسياحة الصحية. ده اللي احنا بنتمناه فعلا، ان يكون هناك هذه المرجعية في العملية السياحية، خاصة فيما يخص السياحة العلاجية، السياحة الطبية. هذا الامر شديد الاهمية لصحة المواطنين، للعناية بثقة في السياحة المصرية بشكل كامل. انا بشكر حضرتك دكتور عبد العاطي المناع، رئيس مجلس امناء المؤسسة المصرية للسياحة العلاجية. نحن امام قرار صائب يحمي السياحة المصرية، يدفعها قدما للمزيد من الاستثمارات الآمنة التي تثق في قوة التشريع المصري وقوة القانون المصري في فرض هيبته على الأرض وتواجده. مشاهدينا انتهت حلقتنا عند هذا الحد، غدا ان شاء الله لقاء جديد، همزة وصل جديدة. شكرا لكم.